قبل ما نتكلم على طبعا النادي الاهلي والنهائي النهارده، كان يمكن قرار اللجنه الخماسيه بتمديد القيد من 4 نوفمبر ل 11 نوفمبر، حضرتك تحلل لنا هذا القرار ازاي؟ والله بص، لما ساعات بتكون في اللجنه قرارات يعني ما بتصادفش محل من الاعراب، بنقول لهم لا هنا ستوب، وبنتناقش معاهم وبننتقدهم، لكن لما بيبقى في تصور يعني يشجع، تصور يمكن وصفه بانه تصور رائع، تصور انك انت تعمل خدمه للفرق وتشعر الجميع ان انت بالفعل الاب الحقيقي للكوره وعايز افاده للجميع. الموسم كده كده ممتد زينا زي بلاد كتيره، حط النهائي الافريقي كمان اللي وصله طرف هو النادي الاهلي، وهناك يعني ما يمكن ان يكون اطلاله للزمالك يقترب، وبالتالي ما فيش اي مشكله ابدا ان انت تلاقي نفسك موجود في مساحه التغيير والتنوير، ولا باس ان ده يحصل. حضرتك كنت معانا هنا في البيت الكبير، ولما القرار ده طلع حتى حضرتك بكل طبعا احترافيه واتكلمنا ان لا، ان يعني القرار ده لازم يتعدل بشكل سريع، لان مش واتكلمنا حضرتك فاكر قلت مش عشان النادي الاهلي او صحيح. ده كان لمصلحه الانديه كلها، لان كان موسم استثنائي، وبالتالي في تلاحم المواسم كمان، يعني الموسم القادم او خلاص يعني انت بتتكلم في شهر وشويه من النهارده، فده كان كمان يعني استجابه لنداء يعني النقاد الرياضيين زي حضرتك اكيد. يعني ما حضرتك بالظبط كابتن هاني، الافاده للجميع، الانديه الكبيره هي دائما ما تنتظر الانديه ما دون يعني نقول المربع الذهبي او الكبار، بينتظر ايه اللي هيحصل من تكتيك جديد في قوائمهم للاستفاده بالنجوم، وبالتالي دي حقوق اصيله لباقي فرق الدوري، سواء الدوري الممتاز اللي دايما بنقول الممتاز، والممتاز بيه نفسنا بقى يبقى عندنا البريمير ليج والسكند، يعني انت بتاخدني لحته زي العالم بالظبط، انت بتاخدني في حته ثانيه. ربما يكون ده فعل خير ان احنا بناتي إن بالافعال المناسبه في الوقت المناسب، لا باس ان احنا نقول لهم عملتوا حاجه صحيحه تفيد الكبار المشاركين قاريا، وتفيد ايضا من ينتظر الاعتماد على اجيال بتطلع الانديه الكبيره، من حق باقي الانديه انها تستفيد في ظل محدوديه الاماكن يعني.